وبركاته شباب الجراحين. النهارده ان شاء الله فيديو موجه لطلبه البكالوريوس والامتياز. ان شاء الله هنشوف ستيب باي ستيب خطوات الانفكشن. طبعا انا نزلت فيديو واثنين عشان كل حاله ليها طعم وليها شكل، وممكن واحد ما يشوفش في الفيديو دوت حاجه بزاويه معينه شوفها في الفيديو الثاني. فان شاء الله برده النهارده ستيبس واحده بواحده، علشان انا عندي قصور شويه في الزحمه مع الطلبه في البكالوريوس، ان هم كلهم يكونوا شايفين الحاله اللي انا شغالها. فاللي ما شافش ده فرصه احسن انه يشوف الخطوات والهنتس والتيبس اللي بنقولها، تبقى ريفيجن ليكم. انا مدخل فيديوهين ورا بعضهم، الاولاني خطوات ستيبس بتاعه انفكشن، الفيديو الثاني الستيبس والتيبس في حاله الفيوبلاستي يعني مالتيبل اكستراكشن، وبنعلم ازاي بتعمل الكونتينوس بلوك. فارجو ان شاء الله تكون حاجه مفيده وتستفيدوا بيها ان شاء الله. ولو في اي استفسارات ثانيه يبقى البوست ويلكم، تقولوا عليها ان شاء الله في الكومنتات، وربنا ينفع بينا. ولا تنسونا في صلاه دعائكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته شباب الجراحين. برضو موضوع الانفكشن اللي مهم جدا للامتياز ولطلبه البكالوريوس، احنا بنحاول نوري حالات كثيره عشان التكرار برضو بيفيد، وفي حاجات كل حاله وليها طعم كده ممكن نشوف فيها تركه ما بانتش في حاجات في حته ثانيه، فكتر الفرجه ممكن يطلع نقط كويس نستفيد بيها. برضو لو ابتدى استاذنا لنا عشان نصور حاله انفكشن الى حد ما اسمه ميزو انجلر، في ميزو بوكس كيرز ديستراكشن واضح كويس. فاحنا هنحاول نعمل دلوقتي الفلات بتاعتنا ونبص عليها كده خطوه خطوه عشان نستفيد ان شاء الله. حبيبي كويس، احنا شايفين اهو المنظر اهو، افتح عليك خالص، ادي الايت اهو ماشي بدل ديستراكتد ملوش كده خالص، ميزو انجلر خلاص. هبتدي اشتغل الشغل بتاعي، افتح الاخر كده خالص. هنعمل انسيشن بتاعي اهو على الكريست، ننزل تحت كده تاتش بون كده، انسيشن بتاعي الاولاني اوكي. بساعد نفسي بنشف اول باول خلاص، هقابله كده من هنا بنشف نفسي اول باول، واعمل الجنجفال فليب بتاعتي اهي. انا لغايه دلوقتي ما عملتش الليزنج انسيشن، كل ده الجنجفال فليب بتاعتي بفتحها اهي خلاص. ممكن قوي اجي هنا اهوت ما بين ال7 وال8 على الاكستنشن بتاع بابيلي كده، وبنزل عامل ايه الاوبليك انسيشن بتاعي اهي اجينست بون 1 كات اهو، انزل تحت كده عربي عربي 1 كات اوكي. هنقف كده هنقف كده ايه الخطوه اللي بعديها، جايب نفسي مشرح اهو، اخش في الاوبليك انسيشن، افتح كده سايد كويس، وماخد ايه البابيلي كلها رافعها كده ايه، بحك في العظم كده اجينست بون اجينست بون. ممكن استخدم الشاشه نفسيه كده خلاص، واشمر كده في اللاب بتاعتي اهو، ما خدتش وقت خالص اهو كده، رفعت الميكرو اوستا في اللاب بقى من هنا كده عند الريترومول اريكيدس انسرشن للفايبرز بتاعت التمبراليس تمام كده تمام. هنشوف دلوقتي الاوستوتومي بتاعي بنعمله ازاي، التوسيع بتاعي خلاص. الخطوه الثانيه اللي انا هعمل دلوقتي احط لنفسي المانيسوتا عشان اعمل ريتوشن كويس تمام، وابتدي استخدم الهاند بيس دلوقتي عشان اعمل ايه الاوستوتومي بتاعي. انتوا شايفين المنظر ازاي؟ خلاص ابتدي اعمل كل حركه كده، بخش في البطن من الايد كده تمام، واجيب كل دبس كده للبين بتاعي، وكاني بعمل ريدكشن للايد. انا بكرر تاني نفس الكلام عشان يبقى كلام السمع مره واثنين وثلاثه، وكاني بعمل ريدكشن للايد، يعني بحط حوالين الايد نفسه ماشي؟ بحط فيها مفكر عشان تتكلم عشان كده عشان تتكلم خلاص؟ هيجيب السن كده ماشي؟ هيجيب السن خلاص؟ يعني ما تحطش حاجه في الجنب كده، في اللي انت بتاعها كلها عضله بحطها كده تمام؟ هيجيب دي شطتها ماشي؟ طبعا انا بساعد نفسي نفسه عشان انا هحط حد فاكرها بس اروح اجيبها ماشي كده كويس جدا كده ماشي. تجيب حضرتك ازاي؟ هتجيب السنتين معايا ده كده هنا ايه؟ ده مكان الجاترنج اللي انا شغال فيه. افتح بقى كده شوف كده انا كده خلاص بس ايه؟ انا ما بحطش احنا لما اخلص كل الجاتر اللي
لما عايش الرسم والجمع الفاضي هتلاقي نفسه للعيال احباط ومحتاجات الحلقه اللي ايه؟ اللي هي بدون داعي. المره دي اقول لكم كتبت كلام انجليزي معقول قوي النوع ده اللي هو 45 درجه دوت، وفي نفس الوقت يبقى فيه كوبس ريجيشن من كل الاتجاهات وفي فايبر اوبتيك كده بينور، خلاص ده حلو قوي في حاله الانفكشن. تمام، يستحسن ده تستخدموه يعني معايا. فانا بحاول ان انا ما المس السيفن خالص. طبعا في لوك محترم قدامي، انا هاكل في جسم الايت نفسه يعني مش اي جنب السيفن. خلاص انا حاسس ان انا كويس قوي بتاعه، ما بلمسش السيفن، انا باكل في جسم الايت نفسه. بحط نفسي بحط نفسي اهو. قولي بقى هي عملت وقت بس كده، كل ما انا شايف نفسي كده اهو. بص اهو كل اللي لسه كنت اهو، ما بحاولش امسك الفيسر قبل ما اخلص كل اللي لسه شو قدامي، لان اوريدي هو بادي بالصبر. ده الميزن لوك اللي انا شفته اهو، ده الميزن لوك القطعه دي. خلاص لو حبيت اشيله كده ممكن تبقى في الشفاط اهو. هنا الهاند بيس هي بقت باسف خالص، بتعدي باسف، يبقى الميزن لوك كله اتشال. خلاص وبكر اهو، شلت المكان ده بكر خالص ماشي، ما بكسرش في الاكسترا وبيت ريدج. هنا في البكر بون في المكان اللي هو ما بين الايت وبين البون ده هنا كده، البير اهو اكني بعمل ريدكشن للايت، وبعوج البير تاني وابتدي اكل في الايه؟ في الديستال بون بالمنظر ده مع اللونج اكسس بتاع السنه. خلاص لما بخلص الكلام ده اهو، يبقى كده قطعت الميزن لوك والبكل بالفول لينس اهو، وعملت كيرفتشر كده للهاند بيس وكلت ايه؟ الديستال بون. هنا بقى كده ابتدي امسك الهاند بيس وابتدي اجرب اعمل اللاكسيشن بتاعي، محاوله الخلع الاولانيه. تمام؟ هنبص على المنظر كده كده، ده شكل الايد كده اهو ماشي، عملت بكل جاترين كده وميزل بالطريقه اللي احنا شفناها دي كده، وده البروستم ده، شايفين الشغل ده كده؟ هو ده البروستم اللي احنا شايفينه ده. خلاص فالمفروض البروستم اخش كده واحط المانيسوتا كده واعمل ريتراكشن كده، ما يبقاش في بليدنج معايا خالص، لان البروستم هو بلاد سبلاي للعظم. تمام؟ خطوه ان انا همسك الفيتر مثلا حاجه زي الولف جيمس ده، انا بحب استخدمه كتير جدا. خلاص المبطط ده ممكن يخش في البكر هنا كده. خلاص المفروض ان انا باجي اقف هنا اهو كده، ده البوزيشن بتاعي كده، وابتدي اعمل ايه؟ ويدجن كده، بكر بتقل كده، بعمل ويدجن كده، بص على الايد كده اهو، بص على الايد اهو 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 ماشي كده الايد اهو، عشان انا عملت اديكويت بول ريموفر كويس اهو، طلع معايا وان بيس اهو. خلاص ده شكل الايد اهو. وطبعا على الرغم من ايه الويز بتاعته في جوز كبيره، ان ربنا سهل الحمد لله ما كانش فيه تروما خالص، طلع معايا حته ماشي. طبعا نقدر نتخيل دلوقتي الخطوه الثانيه، هو ان انا اعمل بون فايلنج كويس، وبعد كده ابتدي اعمل سوتشرنج زي ما تشوفوا. بص عظم الشاب سبيكيولز ازاي بتاعت عظمي كلها دي، اللي العين يلعب فيها بلسان ويقول لك الدكتور سيب لي حته، خلاص الحته دي كلها العظم دي كلها. تمام هنجيب بون فايل كده، ابرد العظم اهو، بون افتح الاخر افتح الاخر افتح الاخر، ما تسرحش وتقفل مني. خلاص طبعا بظهر الكونستريتور الحمد لله برده كويس معايا كده، قدر المستطاع حاول ما تروحش لينجوال، منها عشان اللينجوال فيزلز والحته دي مور فاسكولار، ومنها بقى بعدت عن الايه الفايتال ستراكشرز بتاعت اللينجوال نيرف اللي موجود هنا اهوت هو والدكت بتاعت السما دينو جلاند في الفلور. خلاص يبقى انا كده الاستروماتيك از ماتش از اي كان. خلاص تعمل اريجيشن بقى بسلاين كويس، وتبتدي تقفل الفلاب بتاعها زي ما نشوفوا ايه للمره ال 15 يعني. اوكي يلا بينا. الحمد لله برده هبتدي الورده بتاعتها اهوت، هعمل مساج كده، ادي ايه الليدر هولدر اهو بيمسك برده ماشي، تلت وتلتين بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها، ونقفل عليه. اوكي وهياخد دلوقتي جينجر فلاب اهي عند البابيلا اللي هي كانت ديستال للسيفن. خلاص عشان نقفل اللي كانت ما بين السيفن والبكر سيرفي ثاني اهي كده، خدت بات كويسه عشان ايه ما تشرمش مني او تتقطع.
تمام؟ يلا روح هناك كده شويه بوشك. هبتدي ايه؟ بكر كده هنا عشان يبقى جبت البابين قفلتها فين؟ على مكانها. فاهم الدايركشن بتاعها؟ خلاص؟ نشدها. اوعى تكلكع منك اهي. تمام كده؟ بص المنظر كده، هنشوف الخيط معدي ازاي؟ شايف الخيط معدي ازاي فوق؟ ده قفلت الليزنج انسيشن من فوق اهو. اربع خيط، بص الخيط. شايفين من فوق فين؟ ده قفلت كده الليزنج انسيشن من فوق. خلاص؟ ونفس الفكرة. همسك الخيط في ايديا. ماشي؟ الابرة اهي. ماشي يا جماعة؟ دي النقطة اللي بتتأكد بتلعب فيها الناس عندي في السكاشن حتى. الابرة في ايديا اهي. باخد الابرة في اتجاه واحدة اهي. 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 خلاص؟ اللي بيحصل بقى من بعض الناس تعمل كده وتبتدي تلف الخيط طالع من هنا، لا غلط ماشي، الخيط طالع من نفس المكان من جنب الابره اهو. واحد اثنين، همسك الطرف اعدي واسيب ده كده وابتدي اقوم ايه شايل كده مقرب ده الشمال كده وايه وربط اهو ماشي، ربط الغرزه تمام كده. يلا تاني، واحد اثنين، الخيط من جنب الابره اهو، اقفل عدي قرب ايدك الشمال سيب ده كده وتقرب ايه عليها تمام. كمان مره في اتجاه معاكس اهو تمام خلاص. والمقص بتاعك تقوم ايه مقص طبعا مدي ايه طول معقول كده او مشط اي حاجه ماشي اه اوكي. ادي اول غرزه فوق كده قفلت الليزنج انسيشن من فوق اهو، شوفوا المنظر كده، ده اول ايه قفل الليزنج انسيشن تمام. اول كده هناخد البريك انسيشن، باخد من الموفابل للفيكسد، من الموفابل للفيكسد، يبقى هخش من هنا كده. بص ماسك الابر، ماسك الابر كلها ماسكه في بطن ايديا، الابر قافله كده ماسكه ايه في بطن ايديا ماشي. هدخل هنا كده اخد بقت كويسه اهي، ادي الموفابل اهو ماشي، وهو هو اقوم ايه معدي كده واخد بايت اديها كده من الناحيه الثانيه اهي ماشي تمام كده، واقوم سحبه. شفت طبعا كويس حبيبي، بص الخيط معدي ازاي كده، شايف البايت قد ايه ماشي. نرجع تاني كده، يلا اهي دي في ايديا كده، ونشد شد كده تمام خلاص. واحد اثنين، وقافل كده عند ده كده اسيبه، ومقرب بايديا الاثنين كده وشادد عليه عمال تحت كده اه خلاص. يلا تاني، واحد اثنين، شادد مره كده اه اتجاه معاكس تمام يا شباب ماشي خلاص. ممكن تسيب يعني ممكن تاخد غرزه كمان طبعا، بس احنا عايزين نسيب مكان صغير كده يهرب اي شويه دم عشان ما يحصلش هيماتومه كبيره يعني. اوكي ده كده قفلت الغرزتين بتاعت ايه الريليزنج انسيشن تمام كده ماشي. طيب هنقفل بعد كده ديستال للسيفن، برضه هاخد ابره انا موقف الشفاط طبعا عشان ما يبقاش فيه دوشه في الصوت، ومعتمد على نور الموبايل عشان ما يبقاش مزغلل، وصعب قوي عليا بس ربنا يسهل الحال، انا معتمد على نور الموبايل. افتح كده على الاخر ماشي، برضه هاخد بايت كويسه اهي نفس الفكره ماشي خلاص. ممكن من نفسها هي او عامل كده لسان، افتح على الاخر كده بتاعتي، واخد بايت ايه اهي معدي لينجر اهو، شايفين زي كده وزقها ماشي اه. ولما امسك ما امسكش من الابره من بقى جنب كده، مجرد اعديها كده وامسك ايه بايت كويس كده ومعديها مع نفس الدايركشن بتاعها اهي خلاص. يلا تاني كده ارجع، شايف جنب الابره عديها ازاي باينه تمام. يلا ماشي الفكره اهي خلاص، بعمل سكويز من السكت اهي بالطريقه دي كده ماشي خلاص. المبدا واحد، حتى لو الحاله اصعب من كده، انفكشن اصعب من كده او جيب عن كده، نفس المبدا في الاستخدام. يعني لو اغلس من كده ممكن توصل تعمل ديكابيتيشن، تفصل الكراوة عن الترنك، بس نفس المبدا نفس التعامل خلاص. هاي الأمان كمان، هاخد كمان غرزة كمان بس كده عشان نطمن إن إيه
مفيش مشكله خالص ان شاء الله. تعالى كده خمس ماشي، ادي واحده اهي هعديها ببايك كويسه كده ماشي. قلت انا كده لنفسي انا بساعد نفسي اهو خالص، وقت مش كتير خالص ماشي. وزي ما اتفقنا ان عندي غرز كتير كده ممكن اهدر كده خلاص اخر غرزه اخد على ايه؟ على ايديا. رجع كده انت كده اخر بعد الوقت اخد براحتي بقى خلاص اخر غرزه ماشي. اريح له واسرع له ماشي. تمام كده كده غرزه رهيبه تمام قوي كده الحمد لله ماشي كده الخير. موجوده صغيره جدا فتحه بسيطه جدا تكون موجوده كده عشان اي اكسس يعني ماشي. مش بقى في الاورو انترا يعني خلاص كده ايه مقفوله كويس الحمد لله لغايه مكانها خلاص. وسايب حاجه صغيره جدا جدا عشان تعصر اي دم في السخط العادي بتاع الايد بقت اوتوماتيك از ماتش از اي كان الحمد لله ماشي. طبعا مفيش حاجه اهو شايف كويس كده العض جامد عض عليه جامد وبدل عض عض اقفل 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 جامد. احنا المشكله الثانيه انك سمحت لنا بالتصوير كتر خيرك ماشي الحمد لله على السلامه. يبقى احنا كده البرنسبل بتاعنا واحد في التعامل ان انا اساسه كويسه تمام. خليك هادي كويس اعمل ريفليكشن كويس بيك سيرجنس ميد بيك فلابس ماشي. فلابه لو صغيره قوي او ضيقه قوي مش هيبقى فيه كونفينينس تخليك تشوف كويس. الحاجه الثانيه لو جيت تعمل استوتومي او جاترنج بالهاند بيس القرب الفلابه لو هي صغيره قوي هتهتك وتعمل تروما جامد مع البير. لكن لو فتحتها كبيره شويه بالمنظر ده كده هتقدر تشوف كويس. ونفس الطيب يعني الجرح الصغير اللي هو 2 سم والجرح اللي جنبه 10 سم الاثنين هيحصل هيلنج في نفس الوقت تمام. فانت حاول تعمل فلابه الى حد ما في الوقت المعقول كده بلاش الفتحه الصغيره قوي دي عشان لو جيت تعمل استوتومي ما تعملش تروما او لاسيريشن للجيجيفال ايدجز اللي موجوده حوالين منك وانت بتستخدم الهاند بيس. الموضوع بسيط جدا وارجو ان شاء الله تكون بفايده ولا تنسونا من صلح دعائكم ان شاء الله. السلام عليكم وبركاته. اوت بايس خلاص طبعا كده اهو محتاجين نعمله الفوبلاستي في المكان ده كبيبروستاتيك يعني خلاص. طبعا انا عندي هنا ال 7 وال 5 والكلاين دولت حجر جامدين جدا فده يساعد ان احول الحاله بارشل بدل ما هي كومبليت بدل ما تبقى كومبليت. فوق زي ما اتفقنا الماسكه بتاعتي اهيت خلاص هخش اعمل ايبيكال جريب از ماتش از اي كان بزقه خالص خالص ماشي واقفل على الكلاين. والحركه بتاعتي المفروض ان هيبقى كولينجوال انا بعمل روتيشن خلاص بعمل سكويزنج للايه؟ للكلاين كده اهو خلاص ماشي. شايف ايدي اهي احطها تمام خلاص. هنبتدي دلوقتي نتجه ان احنا نشتغل تحت دلوقتي نعمل الالفو بلاستي هنشوفها ازاي مع بعضينا دلوقتي. دلوقتي بتاعي انا اللي ناوي اخلعه من الكناين لللاترال ان شاء الله. طبعا المفروض ابقى واقف ان فرونت اوف ذا بيشنت اوكي. المفروض ابقى واقف ان فرونت اوف ذا بيشنت وايديا كده والبص بقى لتحت بالطريقه دي وابتدي اخلع بالطريقه دي. انا بس عشان الزاويه بتاعت التصوير خلاص هنقف كده عشان الزاويه بتاعت التصوير فقط لا غير اوكي خلاص. هبتدي اخلع دلوقتي الجذور اللي قدامي دي هنزل اعمل ديب جريب از ماتش از اي كان ماشي. وابتدي ايه ماشي اهو خلاص ادي واحد اهو ماشي كلها لوز الحمد لله يعني بدل الثابت خالص. انا بحاول امسك الزاويه طبعا مش كويس عشان التصوير خلاص معلش انا خلصت خالص ماشي. اللي بعده اللاترال اهو ماشي المفروض اقعد قدام اهو ماشي الحمد لله خلاص. ابتدي اخش بقى ايه داخل حاجه الكلام ده تلاقيه في كده تمام. يلا ادي الكلام اهو خلاص ضغط ده بس يا امي ضغط اوكي مش هتيجي تحس الضغط ده بس مش اكتر من كده. طب بقى عليا بعمل ايبيكال جيب از ماتش از اي كان بعمل جيب كويسه بس ايه الزاويه معايا ماشي حتى بعمل بكر وينجل كده واعمل روتيشن في المكان كده اجس لحد ما البيك هنا فيها شويه الحمد لله ماشي. هبتدي اعمل سكويزنج كويس السوكت كده طبعا السوكت كله ماشي عظم بارز كتير جدا عايز تعمل له الالف بلس اللي اتفقنا عليه تمام. هنشوف هتلاقي تعمل ازاي دلوقتي
الكابل بتاعي ماشي. يلا ماشي زي ما تحت زي ما تحت بيفتح كده ايه الجنجر الفلاك كلها ماشي. طبعا حاسس بونس بكيوز كتير جدا ماشي. المفروض احط تشفط بس انا مش عايز اعمل ايه الدوشه بتاعت السكشن عشان يبقى الصوت واضح. بروس الفيديو كده نحاول ايه اعمل اتراكشن كده للبونس بكولز الجامده الناشفه دي. شايفين عبوس عامله ازاي؟ عب شايف عبوس عامله ازاي؟ ضغط 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 بس يلا خلي الشفاط كده هضطر بقى استخدم الشفاط عشان الصلايفه ماشي كده برفع ايه ميكرو بوست في اللاب اهي كلها هنا ماشي هنا. انا متعمد اني احط بنج احمر مش اخضر مش عايز بوزكو ستريت يعمل لي ماسكنج للبيبي. بص العظم حامل ازاي شايفين الشرطه على العظم اهو. بص البنج فيه شفط ماشي. بص اثنين بص العظم حامل ازاي شايفين الشرطه انا اللي هعمله دلوقتي ان انا هرجع العظم الحامل ده كده خلاص وبوني بالبومن دي كده بقرب العظم ده خلاص البونس بكيوز دي بقرب مش بشيل العظم زي طبعا عشان هحتاج الريدج ده عشان التركيبات او البروسيس بعد كده تمام. جميل اي عظمه ناشفه كده ابوس عيني بقرقها كده بالقرابة بتاعتي ماشي كده مجرد بس محشونه لكن مفيش حاجه بس اللي هعمله دلوقتي ان انا همسك البون فايل وابتدي اعمل تريننج او فايلنج للايجنت اللي قدامي دي خلاص زي ما انت حطيت كده حط الكالكلس زي ما انت حطيت زي ما انت كده كده يا جماعه شلت ايه البونز بكولز الحاميه دي كلها اهي واول الدم ده دم ايه ما يقلقنيش دم بتاع ايه بتاع الخلع العادي مش الدم نزيف يعني اول باول بنشفه خلاص عشان ابقى شايف كويس المكان قدامي ماشي حاجه سريعه ماشي ارفع ده انا كده امي خلاص كل ده بحس كده بسرعه ارجع كده واحس الريدج قدامي اشوف اذا كان في حاجه ايه حاميه ولا لا ماشي. لو في بونس بكروز او انتر سبت البون عالي لازم كلها تقصقص ايه بالقراضه تمام كده. بس حاجه ثانيه بتاكد كمان اللينجوال بليت ان مفيش حاجه شاربه عندي اهو في اللينجوال مفيش داعي ان نعمل ستيبنج للبلوستم عشان يبقى الهنج بتاعي كويس از ماتش از كان يعني ماشي. بقى كده بسرعه كده مفيش حاجه هتخلي الحمد لله كله ايفن. خطوه ثانيه دلوقتي ان نعمل ايه سوتشر للمكان ده كله اخطيه كله تمام. معلش يا حبيبي هتعمل سوتشرنج بقى ايه للمكان ده كله اقفله ان شاء الله دلوقتي من غير جفت عشان ايه عشان اعمل اعمل نفس الفراشن كده عشان تشوفوا خلاص هعدي ايه بايت كويسه عشان ايه ما تطلعش شفتي ده من الاول بقول كده ادي بايت كويسه اهي الاولانيه خلاص ماشي دي بايت كويسه اهي. بعد كده تاخد اللينجوال تمام كده خلاص تاخد عند الريش بتاعها كده عديت اول غرزة الحمد لله ماشي. هسحب الخيط كله هسحب الخيط كله ايديا ماشي عند الطرفين اهو الاولانيه هتكون الغرزه انترابتد عليها خالص خالص ماشي اوكي سيب زي ما تشي الطرف الطويل ده احسن حاجه في الايدنشال اسبيريا ان انا اخد الغرزه كونتينوس او كونتينوس بلوك. فالطويل ده انا اقصه بس كده اقصه دي كده والطويله زي ما هي كامله معايا طب في الشفاطه مش هتقعد بقى كده عشان البرش اهي اللي بجنبها اخدها بايت كويسه اهي ماشي ماشي يا شباب خلاص واخد اللي بعديها اللينجوال هي بقت كويسه عشان ما تشرمش ماشي اهي تمام
بص قبل ما اشد دي كده، لو شديتها هتبقى كونتينوس. عشان تبقى كونتينوس لوك ان هعمل ايه؟ ان هاجي ما بين دول كده خلاص، وعدي الابره ما بينهم كده ماشي. هبقى كده اسمها ايه؟ كونتينوس لوك. تمام كده شد عليها تمام. واحده كده شوفها تمام، واحده زي ما انت عارف شفت زي ادي برضه ايه الليبيا اللي هي خلاص الليبيا. وبعدين باخد واحده ثانيه عاديها منجون بفايت كويسه تمام ماشي. وقبل مسح الابره خالص، قبل ما اسحبها خالص كده اهو، شدها وشدها خلاص، واقوم ايه معديها ما بين ما بين ده كده اسحب الابره كده. بقى اسمها ايه؟ كونتينوس وزلوك. اوكي كل واحده تشد على قبلها، كل واحده ايه تشد على قبلها ماشي. معلش حتى اشد عليك جنب عشان تبقى كويسه، تبقى هي مشتركه الغرزه كويسه. هنخليها كده الاخر ونوريكم في الاخر. هنبدا نتاخد كمان بسرعه ماشي. احنا كده هو داير ما يدور، هناخد اخر ايه اخر غرزه غرزتين اهو خلاص. نفضل كده اتفقنا خلاص، ونيجي من تحت هنا كده نعدي بحيث الابره تعدي بين ايه الخيطين كده خلاص. دي كده كل ما تعدي شد يا روح، شايفين التراب ومستفز ازاي اخر الثقب كله ازاي وناعم خالص اهو، مفيش اي بونس بتوز خالص تمام. طيب نقفلها ازاي او ننهيها ازاي بالمنظر ده؟ هاخد برضو واحده كده دبل اهي ماشي. معلش خلاص يا خلاص 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 انا والله خلصت ماشي يا جماعه تمام كده. هشد ازاي بقى كده في الاخر خالص خلاص. دي كده اعتبرها طرف واحد وامسكها كده في طرف واحد ماشي. هشدها كده كده ماشي خلاص. الحمد لله نورك شكرا. كده قفلتها كلها الحمد لله زي المنزوح. شكل يوم على طول بالك كتر خيرك، نبص على المنظر كده راجع عامل ازاي المنظر. خلاص هيجي خلاص خلاص خلاص. شكل على طول بالك قوي كده الشغل كله ناعم اهو متقفل كويس الحمد لله ماشي. مفيش بس تقبض بقى بليدنج الحمد لله وهي بساتش ماشي. انا عايز يبقى في عظم، مش عايز مفيش عظم، بس ما يبقاش عظم شرب اوكي ماشي. ده الانسولين ده مطرح ايه الانفلتريشن اتعمل بتاع الانستيزيا. شكرا.